Beyond the examples in figure 14.13, there are other models that can be linearized using transformations. For example, مديني y بتساوي الفا x e اس بيتا x. Linearize this model and use it to estimate alpha و beta based on the following data. طب عشان نعمل linearization بحاجة فيها e ناخد اللين. فلين y بتساوي لين الفا، دول مضروبين في بعض يبقى زائد لين اكس. اللين تضيع الاي يبقى زائد بيتا اكس. نرجع بقى بالفور دي سيبك منها. طيب عندنا لين ولين لموهم مع بعض يبقى لين واي ناقص لين اكس، يعني لين واي على اكس هتساوي لين الفا نسميها اي نوت زائد، ودي نسميها A1X. يبقى عندنا الـ A نوت بتساوي لين ألفا، يعني لو جبت الـ A نوت أو الـ E أس A نوت يديني ألفا، والبيتا هي نفسها، يعني لما أجيب A1 هي البيتا على طول. طيب يبقى إحنا هنعمل لينيرايزيشن بين لين واي على إكس والإكس عادي. فأنا عندي إكس أهي، القيم دي رصيتها في الجدول وجمعتهم. الواي مش هستخدمها، هستخدم لين واي على اكس، واي على اكس وخدت لها لين وجمعته، وبعدين ربعت الاكس وضربت الاكس في الواي اللي هي لين واي على اكس، طلع الجدول. نعمل بقى التي الماتريكس بتاعتنا، عارفين ان هنا ان وهنا سيجما اكس، سيجما اكس نكررها، وهنا اكس سكويرد، والمجهول بتاعنا اي نوت اللي هو لين الفا، وعندنا اي 1 اللي هو البيتا بتساوي سيجما الواي عندنا اهي، وسيجما الاكس واي في الاخر اهي. ده القانون. نحط بقى اللي عندنا الان بتسعة، عدد النقاط 8.5 اكس سكوير 11.45، دول مجاهيل. الواي ماينس 0.609518 عشان تطلع الدقة كويسة. تسعة تمانية ستة تمانية واحد. الآلة تحل لنا المشكلة، نقول لها مود 5.1 معدلين في مجهولين 9.8.5 ماينس 0.609518 8.5 مرة تاني 11.45 وآخر حاجة ماينس 9.0398681 وقول يساوي. يديني ان الـ A نوت بماينس 9.0398681. اذا الالفا بتساوي E اس الكلام ده، نقول شيفت E الانسر. اوبا الاول نقول يساوي ده مش واحد، ده ماينس 9.0398681. حلو، في حاجة لخبطت مرة تاني. 9.8.5 وهنا 8.5 10.45 صح، ماينس 0.6 صح كده، ماينس 9 مظبوط. طيب يبقى الألفا مش كده، الـ A نوت هتبقى 2.2681785 و الـ A1 هتساوي
minus 2.47 double 31. طيب طالما دي الالفا مود 1 بقى خلاص هقول شيفت اي يعني ايه اس الرقم ده 2.268175 يديني الالفا هتبقى 9.6167858 وبعدين البيتا خلاص هي دي دي بتساوي ال A1 اللي هي مين اللي هي البيتا يبقى عرفنا البيتا وعرفنا الالفا اذا اكتب بقى معادلتي واي بتساوي ادي معادلتي الفا اللي هي 9.6167858 يلا زي بعض في اكس اي اس بيتا اكس بيتا اللي هي ماينس 2.7 4 7 3 1 اكس طيب تعالوا نبروز المعادله دي عشان نتاكد ان الموديل اللي احنا عملناه صح هبرمج المعادله دي هقول كده 9.6167858 ضرب اكس ضرب اي اس ماينس 2.47331 الفا اكس بعدين اقول كالك وندخل مثلا 3 4 قيم من دول مثلا 0.2 لازم يطلع قريب من 1.25 طلع 1.18 ماشي الحال كالك 0.9 لازم يطلع قريب من 0.85 ماشي الحال برضو طبعا مش بالظبط لان ده ابروكسيميت كالك مثلا 1.5 طلع 0.35 ده حلو شويه يعني اقرب كالك 1.7 مثلا 0.25 ده 0.28 ففرق كالك 1.8 ده 0.2 طبعا مش هيمر بكل النقاط بالظبط هيمر قريب منها ويبقى في طبعا نسبه خطا ولكن مجموع مربعات الفروق يكون اقل ما يمكن طبقا للموديل ده ربما يكون في موديل تاني لو عملناه يطلع افضل ولكن هو طلب الموديل ده فعملنا له افضل ما يمكن بالنسبه للموديل اللي هو طلبه.